مرحبا بكم اليوم في الندوة الصحفية لمجمع الصناعات الإلكترونية. حبينا اليوم نجمعوا الأخوين الكل باش نقدموا السيكتور دو الإلكترونيك في تونس، اللي هو سيكتور انطلق من بوادر خاصة من مؤسسات في الأول بكل مؤسسات أوروبية، وبعد بتطور الإمكانيات وتوفر الانفستيسمون بريفي تطور، ولات فما ثلة من الشركات التونسية 100% من انطلقت من استثمار تونسي 1000%، والسيكتور اليوم يخدم في 11000 أجير، منهم 19% من الإطارات السامية، دونك من أكثر القطاعات اليوم المساهمة في البي بي ناسيونال برقم معاملات يفوت المليون يورو سنويا. وافاق السيكتور هذا هو الدوبل نتاع شيفر دافير من هوني افاق 2022. على ذلك اليوم حبينا نقدمه للعموم الافاق المتوفره، وخاصة البوادر والامبلويابيليتي نتاع لي كادر سوبيريور. اليوم القطاع يلومبوش في معدل 1500 ل 2000 أجير كل عام، ولذلك اتجهنا لبرشا دي فاكولتي و دي سونتر دو فورماسيون بريفي باش نحطوا العدسة على القطاع، وخاصة الانسيتاسيون نتاع لي مينيستير باش يزادابت لو بروغرام بيداغوجيك لمتطلبات المؤسسة.